مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من عمان المحلل السياسي الشيخ عبد القادر النايل. اهلا بكم شيخ عبد القادر. بدايه، برلمانيون يسعون للحيلوله دون اداء شيماء الحيال اليمين الدستوريه، وائتلاف النصر يرفض دعوات اقاله حكومه عبد المهدي. الى اي مدى يستمر هؤلاء بصراعهم بعيدا عن هموم الشعب؟ اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما ان هؤلاء يبحثون عن مصالحهم الشخصيه، وبالتالي هم ينظرون الى المكاسب الماديه على حساب تخصيص الوزارات وعلى حساب الاستحصال من حكومه عادل عبد المهدي، وبالتالي هذه الصراعات حقيقه تنعكس فيما بينهم، ولذلك ترى أن عملية حملات التسقيط فيما بينهم جارية على قدم وساق، وعملية الاعتراضات كلها تأتي من خلال ما بعد هذه الوزارة، كل كتلة سياسية تريد كم عدد من الوكلاء وعدد من المدراء العامين، وهي تسعى إلى عدد من المقاولات المالية. لذلك هذه الصراعات ليست مبنية على أساس أنهم يعترضون على الكفاءة أو أنهم يريدون أن تكون هناك عملية ارتقاء أو حيلولة دون وصول الفاسدين إلى السلطة، إنما يسعون إلى عملية حقيقة لي أذرق فيما بينهم من أجل الحصول على المكاسب الشخصية، وبالتالي هذا ينعكس سلبا على أداء هذه الوزارات التي ستؤثر بالتالي وستعمق من زيادة المعاناة الحاصلة للشعب العراقي. فهم لا يهتمون للشعب العراقي مطلقا، بل هم أساس في عملية تعميق مأساته وما يجري حاليا. يعني شيخ عبد القادر، هناك نقطة أود أن أفهمها، يعني لماذا يلجؤون، أقصد السياسيون في العراق، إلى القانون ويبدأون بإخراج ملفات الفساد التي تتعلق بشخصيات معينة قد تترشح لمنصب معين؟ في هذه الأوقات بالذات نراهم متمسكين بالقانون ويلتزمون بتعليماته وينتظرون قرارات المحاكم، في حين بالقضايا العامة وأمور البلد التي تسير وفق أهوائهم ورغباتهم هم بعيدون كل البعد عن القانون، بل يخالفونه دائما حتى القوانين التي وضعوها بأيديهم. ذلك لأنه هكذا هو الصراع السياسي فيما بينهم، ولذلك حقيقة هذه الملفات أخرجت من أجل الابتزاز السياسي، وهذا الابتزاز من أجل الاستحصال المبتز بغاياته ووسائله مما يريد. لذلك حقيقة هم لا يسعون، هذه الملفات المفروض أن تخرج قبل هذا الوقت إذا كانت هي صادقة هذه الملفات، وبالتالي المتستر على المجرم أو المتستر على الفساد هو فاسد ومجرم. فالمفروض الادعاء العام لو كان هناك قضاء عادل حقيقيا لأصدر أوامر قبض بحق هؤلاء الذين يخبئون هذه الملفات تحت أيديهم. لماذا لم يخرجوها فيما مضى؟ لماذا يتم إخراجها الآن؟ كل حقيقة هذا يدور في فلك الابتزاز السياسي فيما بينهم، لأن هؤلاء حقيقة ليسوا رجال دولة، وبالتالي هم بعيدين كل البعد عن إقامة نظام سياسي، ولذلك هم حقيقة ينحدرون باتجاهات كثيرة. يبدو من مشهد تشكيل الحكومة هذا أن عبد المهدي وحكومته هما الأضعف في هذا الصراع. ما هي الأسباب التي أدت إلى ضعف عبد المهدي بالرغم من أنه يعني مرغوب من الجميع عندما رشح؟ عبد المهدي حقيقة لم ترشحه كتلة سياسية، إنما فرضه محمد رضا السيستاني بطريقة واضحة، وبالتالي هناك مساندة من أجل تغيير الوجوه، مساندة إيرانية من أجل استمرار العملية السياسية، وبالتالي هو لا يمتلك أي كتلة سياسية يلتجئ إليها ولا ميليشيات مسلحة حقيقة تحافظ عليه، والكل يسعى إلى أن يكون هو الموجود بطريقة الحكم، وبالتالي عبد المهدي ضعيف لأنه أيضا يعاني الرجل من مرض الدهامير بحسب الكشوفات الطبية الأخيرة منذ سنوات، وهو يحاول التغلب على هذا المرض. وبالتالي حقيقة الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران تريد الاستيلاء على الحكم وعلى السياسة وعلى الاقتصاد بطريقة واضحة، فهو أمام مواجهات واضحة تماما، وبالتالي هو من اللحظة الأولى خضع لهم وحول العملية السياسية المرتبكة إلى حكومة العوائل، وبالتالي أصبح مبتزا منذ الوهلة الأولى التي جرى عملية تسمية شيخ عبد القادر النايل المحلل السياسي والناشط، شكرا جزيلا لك.